نكون واقعيين، وين السياحة في البحرين؟ وين السياحة في البحرين؟ قبل 20 سنة إذا تذكرون أخواني كان عندنا في سياحة، في هناك بوادر بوجود سياحة في البحرين، كان هناك مسمى شعار اتخذته البحرين وهو البحرين جزيرة أو بلد الابتسامة المشرقة. وإذا تذكرون كان في يعني فعاليات كثيرة، كنا نذكر أن صيف البحرين، نذكر أن وجود مكوك فضائي جابوه جلبوه إلى البحرين، ألعاب نارية صيفية كانت موجودة، مسائل بسيطة تحبب السياح بالدخول إلى البحرين وزيارة البحرين. اليوم في إعلان من قبل فنادق البحرين بأن نسبة الإشغال الفندقية عندهم تبلغ 12%، وهذا مؤشر خطير. قطاع الفنادق راح يغلق إذا ما تم إسعافه، وهو ينازع الحياة الآن. القطاع الفندقي عندنا في البحرين ينازع، راح يموت، والحكومة تتفرج ويقولون فيه استراتيجية. وينها؟ تضحك على من؟ جايين احنا من كوكب آخر ما ندري عن البحرين، قاعدين نشوف ما عندنا سياحة، مركزين على الضرائب وفرض الضرائب على المواطنين، وتاركين المصدر الرئيسي وهو السياحة في إيرادات الدولة. ما قاعدين احنا نشوف ان تنوع في إيرادات الدولة، معتمدين على البترول، يوم انخفض يوم زاد، وتاركين السياحة. دول كبيرة معتمدة على السياحة في المقام الأول في إيراداتها، وإحنا الحمد لله الله عطانا بيئة صالحة. فقط خليج ستوبلي، ما بقول أنا الخلجان الجديدة والاصطناعية، خليج ستوبلي المهمل هذا لوحده سعر معالي الرئيس لوحده كافي أنه يكون ملجأ إلى الزوار والسياح.